طيب اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب، تكون كل حاجه حلوه وعال العال وميت فل و14 ان شاء الله. بكره فعلا هتبدا جلسات الحوار الوطني، يعني اظنها دي حاجه مهمه ان احنا هنقعد مع بعض كل الناس اللي مهتمين بهذه الشؤون، سواء اذا كانت بقى سياسيه اقتصاديه صحه الخ الخ الخ. زي ما كنت بتكلم مع زمايلي واللي بتكلم فيه حتى مع زملاء برلمانيين وأصدقاء من الشخصيات العامة والسياسيين والكتاب وما إلى ذلك، أنا دايما أرجو أن إحنا كلنا بصرف النظر والله مين في المعارضة أو في صف المعارضة ومين في صف التأييد أو الموالاة، سميها زي ما تسميها، مش دي القصة. فإننا خلص إحنا هنا بنتكلم على حوار ما بين القوى السياسية المصرية، أحزابا كانت، شخصيات عامة، أصحاب خبرة إلخ إلخ، وده شيء رائع. وزي ما كان بيتكلم الرجائي، أي حد في مصر عاوز يتقدم بمقترح ما أو ورقة ما وما إلى ذلك، المسألة بالنسبة له مفتوحة ومتاحة. لكن دايما اللي بيجي في ذهني مسألة إطلاق الأحكام المطلقة، وساعات بتبقى فيها شكل من أشكال يقول لك لاشينج، جلد. يعني مثلا إحنا خلال من فبراير 2022 وحتى هذه اللحظة، مش بس إنه كلنا بقينا عارفين بل نكاد نكون حافظين كل ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، لكن للأسف في لسه حتى اللحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها دي ناس مصممة إن الوضع الاقتصادي المصري اللي عانى بسبب هذه الحرب، إنه ده مسألة متعلقة بأداء الحقيبة الاقتصادية المصرية. أنا هسألك سؤال، إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك بالتأكيد ما كناش هنشوف انهيار لسيليكون فالي بانك SVB، صح؟ لأنه بالتأكيد مصر مش هي اللي مسؤولة عن السياسة النقدية أو الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية، ملناش دعوة، ولا دي مسؤوليتنا برضو؟ ده سؤال مهم لازم نحطه في بالنا وإحنا داخلين الحوار الوطني. 2، إذا كان الوضع متعلق أو أوضاعنا الاقتصادية الصعبة حبتين دي متعلقة بأدائنا الاقتصادي داخل مصر، أي أنه الأزمة الاقتصادية المصرية هي أزمة محلية دوميستيك، إذن ما كانش انهار فيرست ريبابليك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمناسبة فيرست ريبابليك أكبر من SVB وأقوى وأهم وأخطر. وانهيار فيرست ريبابليك تحديداً هو بيوصف انه تاني اكبر انهيار مصرفي من 2008 وقت ما واشنطن ميوتوال وقع وقتها. السؤال، وهل برضو احنا في مصر اللي مسؤولين، يعني ادائنا الاقتصادي هو اللي مسؤول عن انهيار فيرست ريبابليك بانك؟ ازاي طيب؟ اذا الوضع الاقتصادي العالمي سيء، بل اكثر سوءا مما نتصور في بعض الاحوال. يقابله في ده وضع اقتصادي صعب في بلدنا؟ طيب بنتحرك في قطر ولا لا؟ اذا واحنا في الحوار الوطني، انا اتمنى ان احنا كلنا واحنا بنفكر ننسى قصه خالص، ننسى تماما مساله انه احب وما احبش واتفق واختلف على اشخاص او اسماء او ما الى ذلك، وننسى خالص الافكار المطلقه، يعني وكانها احلام ترفرف في سماء جمهوريه مصر العربيه. خليك في الواقع، والله الحكومه المصريه خدت اجراءات، ما الاجراءات دي قد ايه منها ناجح، قد ايه منها مش ناجح، قد ايه منها ناجح بقوه، قد ايه مش ناجح خالص، ما عنديش اي مشكله في النوع ده من المناقشات خالص، بس ابقى بحللها بمنطق وبعلم. لكن اقول وحش، ايوه وحش ازاي؟ طب ما تقولي الحلو ايه؟ المصريين دايما يقول لك اللي على الشط عوام. طب ما تيجي ننزل، يعني نشمر بقى وننزل ونشوف. وبالتالي الاوراق والافكار والاطروحات اللي هتتناقش في الحوار، انا اعتقد عندي شيء من اليقين انها تبقى على قدر كبير جدا من المسؤوليه. تاني يا جماعه، موالاه معارضة، احنا مش داخلين نتخانق، احنا داخلين نفكر في مصلحة البلد دي على اختلاف مناحيها. الحركة المدنية الديمقراطية بوضوح
بتقرر المشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بكرة بإذن الله. معنا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ المصري. أهلا 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 يا أستاذ عماد. اهلا بيك استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا ليك يا فندم. من باب برضو الاستزاده، هو بكره هنعمل ايه؟ بكره السيد الفاضل هي الجلسه الافتتاحيه الرسميه للحوار الوطني. ما سبق طوال السنه واسبوعين تقريبا من 26 ابريل 2022 كانت جلسات تحضيريه تنظيميه اجرائيه. البعض كان بيستغرب ان هي طويله، بس الناس لما يبتدي الحوار الوطني هتدرك قد ايه دي كانت مهمه. بكره هي الحلقه الجلسه الافتتاحيه الرسميه التي ستتضمن مفترض كلمات لممثلي القوى، طبعا المنسق العام للحوار الوطني، للقوى السياسيه المختلفه والاحزاب الرئيسيه، ربما بعض المؤسسات الاهليه، ثم ينتهي اليوم بهذا الشكل ونبدا. تسمعني اخي يوسف؟ سامعك يا فندم. ونبدا ابتداء من 7/5 ثم 9/5 ثم 11/5 الدخول في كل يوم من الايام دي لحد الثلاثاء الخميس، نقاش بين المتحاورين، كل في اتجاه، في كل لجنه لها متحاورينها. بمعنى احنا بكره بعد ما نخلص ان شاء الله هذا اليوم اللي هو يبقى في عدد كبير جدا في ارض المعارض في قاعه الفتيتي، هنرجع تاني، الناس هيرجعوا يتحاوروا في الاكاديميه الوطنيه للتدريب. في اليوم هيبقى اول يوم وهو يوم 9 يوم 7/5 لجنتين من المحور السياسي، من كل لجنه 3 ساعات يوم الاحد. يوم الثلاث لجنتين من المحور الاقتصادي. يوم الخميس لجنتين من المحور المجتمعي. وهكذا. رائع. بمعنى انه كل اسبوع كل محور بياخد يوم من الاسبوع ده فيه جلستين رئيسيين، كما تعلم كل محور فيه العديد من اللجان، على الاقل 5 لجان، هيتناقشوا الاسماء المرشحه من كل القوى السياسيه اضافه للخبراء اللي مرشحهم مجلس الامناء، بيقعدوا باشراف مجلس الامناء وبيتناقشوا وبيتجادلوا لحد ما يوصلوا الى افضل التوصيات والتصورات المختلفه للقضايا المحدده اللي بيناقشوها. طيب. إجمالي هذه القضايا أو إجمالي هذه التوصيات يقوم المجلس الأمناء برفعها إلى السيد الرئيس لكي يتخذ فيها ما يشاء، سواء كان إجراءات أو إحالة إلى البرلمان بتشريعات. هل تم تحديد مدى زمني لجلسات الحوار اللي تبدأ بإذن الله من يوم 7؟ جميعنا سألنا هذا السؤال للأستاذ الدكتور ضياء رشوان. أيوه. لأنه ده سؤال طبيعي الناس بتسأله، هل معقول إن إحنا نخلي المفتوح؟ وهو اجابته للموضوعيه كانت مهمه وجيده، وهي انه يصعب تحديد جدول زمن. ليه؟ لانه هنفترض ان احنا جينا في قضيه زي قضيه التضخم في مصر او سياسات الاستثمار او الديون، وعدنا وكل طرف مصر ان هو الطرف الصح على سبيل المثال، وما وصلناش لحل وتصور. طب هل معنى ذلك ان احنا نصد الليله وكل واحد يروح، ولا نحاول الوصول الى تصور وتوافق؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، في لجان، ودي نقطة مهمة، قد تصل إلى تصورات وتوافقات من أول جلسة. مثلا يعني هفترض حاجة جدلية، النظام الانتخابي، ممكن الناس تقعد يقولوا والله إن إحنا شايفين إنه الأفضل هو القائمة بالنسبة لي، ومجموعة ثانية يقول لك لا والله إحنا من الأفضل هي القائمة المطلقة. دي مسائل لحد ما فيهاش جدل كبير فيها. في جلسه ثانيه ربما تكون اسهل، وهي التوافقات بشان تعديل نظام الحرس الاحتياطي. دي ممكن في جلسه او اثنين او ثلاثه تخلق. في قضايا حقوق الانسان، قضايا الحريات، ممكن الحكومه تاخد مشكوره مجموعه من الاجراءات تفتح به المجال عام اكثر. لكن في قضايا اخرى زي قضيه التعليم على سبيل المثال، او الصحه، او القضيه السكانيه، او قضايا اقتصاديه، هي مرتبطة مش بس بتصورات يعني، وهي المسألة يا أستاذ يوسف، هي قرار فقط كان رئيس الجمهورية أو ربما كل رؤساء الجمهورية السابقين خدوه وخلصوا لو هو المسألة قرار. لكن هذه قضايا معقدة ناتجة عن تراكمات وسياسات طويلة لعقود. صحيح. وبمعنى يعني مثل دايما بطرحه،
والتعليم على سبيل المثال، كلنا بلا استثناء بنقول لك لابد من اصلاح التعليم وكلنا صادقين، بس كيف سنصلح التعليم؟ انا سمعت اكثر من مسؤول ومنهم السيد رئيس الجمهوريه بيقول ان احنا عشان نعيد بس نعمل فصول عاديه لتستوعب الناس بالمناهج نفسها وبالمدرسين نفسهم عايزين فلوس كثيره جدا جدا هي مش موجوده. صحيح. الناس اللي يقعدوا يتفاوضوا حول التعليم اول شيء هنيجي نتفق طب احنا هنجيب الموارد منين عشان نبني الفصول على العلم، وبعد كده هنجيب موارد منين عشان ندي المدرسين فلوس يستحقوها، وهكذا. ونفس الامر ينطبق على الصحه. هو ليه الدوله المصريه قعدت يعني في مجال التامين الصحي الشامل كانوا 15 سنه ثم نزلوا 10 سنين؟ ما طبيعي لو انت عندك فلوس جاهزه تعمل التامين الصحي فورا غدا وتخلص. وقيس على ده ان انت عايز تعمل طرق الحمد لله اتعمل منها جزء كبير جدا وربما اكثر، عايز تعمل حاجات كثيره خدمات سكه الحديد محطات طاقه خضراء كله وفي ظرف ضاغط اقتصادي ضاغط. ده مش كلام معناه ايه، لا انا بتكلم على اساس انه الناس وهي قاعده تتحاور قد تصل يعني في قضايا هتصل فيها الى حلول وقضايا اخرى تلاقي نفسك لسه واخد وقت، وبالتالي ظني انه اللجان التي ستنهي عملها بتوافق خير وبركه وشكرا لكم وخلصنا بلاش اخوان. طيب وبالتالي تحديد موعد قد يكون ضرره اكثر من نفعه. هل تم تحديد اسماء المدعوين لجلسات الحوار؟ لا اعلمه ان الحركه المدنيه ارسلت اسماءها كامله. حلو. قبل للامانه من فتره كان هناك تاخير من بعض الاحزاب المصنفه كبرى في ارسال اسماءها، لكن كما علمت تم الارسال الى الامانه الفنيه و يعني سيكون الاسماء جاهزه على، وكمان بالمناسبه انه المنسق العام ورئيس الامانه الفنيه ضيار رشوان ومحمود فوزي قعدوا مع سياسيين كتير في الفتره الماضيه. كل عايز اقول لحضرتك حاجه، كل ممثلي المنظمات الحقوقيه في مصر قبلوا المشاركه والترحيب، ولا سناتي ونطرح رؤيانا وانتقاداتنا وكذا. كل الاحزاب السياسيه المصريه الرسميه جاءت ووافقت وستشارك، وطبعا الحركه المدنيه امبارح عملت اجتماع مهم جدا وقررت مشكورا موافقه المشاركه في الحوار. يفترض انه كده مصر كلها مدعوه للحوار طبعا ما عدا الارهابيين او من لا يؤمنون بالقانون والدستور والدوله المدنيه، وبالتالي ان شاء الله نامل انه هذا التجمع الكبير ينتهي نهايه سعيده ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا يا استاذ عماد، تعبتك معانا وطولت عليك حبتين ونراك قريبا. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد دين حسين رئيس تحرير الشروق عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ المصري. بعد اذنكم استنونا بعد الفاصل. طبعا لازم اقول اهلا بحضراتكم عزيزي المواطن المحترم، ده اللي يهمني يعني. لا مين اللي قال كده؟ ده هتتفرج على الحوار الوطني لايف وحاجه عظمه زي ما سمعت كده من استاذ عماد الدين حسين. الحوار هيبقى 3 ايام كل اسبوع، ده على سبيل المثال يعني. انا مش بس بكلمك على بكره، يعني بكره ده كده الجلسه الافتتاحيه، جلسه اجرائيه الامانه الفنيه تتكلم فيها على كيفيه اداره الحوار وتقديم الاوراق والمناقشات والجلسات وكل الامور اللي جوه بتتم ازاي. ده شق وهتتفرج عليه. 2 حضرتك الثلاث ايام كل اسبوع اللي هم الجلسات بتاعه الحوار الوطني هتتفرج عليها ثانيه بثانيه. ازاي بقى؟ لانه يتم اطلاق قناه اكسترا لايف من صباح غدا الاربعاء باذن الله، او تحديدا من ظهر الغد باذن الله، مع بدء فعاليات جلسات الحوار الوطني من الجلسة الأولى اللي هي الجلسة الإجرائية الأولى، ودي واحدة من إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المهمة الرئيسية يا جماعة بتاعة أكسترا لايف هي إنها تنقل بشكل واضح جدا فعاليات جلسات الحوار الوطني. بحب كلمة وقاعة أكتر من فعاليات كمان بالمناسبة، مش عارف احنا بس اتعودنا على نطق شوية حاجات كده. أنا كنت زمان وأنا صغير أسمع كده في الأخبار يقول لك نطق لكم وقائع كذا. المهم كل التفاصيل كل المناقشات اللي هتشهدها الجلسات الحوارية ما بين مختلف القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة والمتخصصين والخبراء هتلاقيها موجودة قدام حضرتك على اكسترا لايف
الرئيس كان واضح جدا من يوم 26 ابريل 2022 عندما اطلق مساله الحوار الوطني. قال احنا عايزين الحوار الوطني ياخد او بأدق كل الاراء ايا كانت تاخد مساحتها حتى حدها الاقصى او بلا حدود، كل القوى السياسية والحزبية في الحوار الوطني تاخد مساحتها وتاخد راحتها في الكلام وتاخد مساحتها في الرؤى وتاخد مساحتها في الطرح وفي المناقشة وهكذا. احنا عايزين نوصل لايه؟ عاوزين نوصل، وده من اللحظة الاولى يوم 26 ابريل في افطار الاسرة المصرية في رمضان بتاع السنة، يعني مش رمضان اللي فات، اللي قبله سنة 22. احنا عايزين نوصل لرؤية مشتركة تخدم الصالح العام لمصر. ده كان كلام الرئيس. تعال بقى نروح لحاجة تانية، وهي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي بيبدأ بتنفيذ مبادرة 600,000 باب رزق بالمحافظات. 600,000 باب رزق، لا دي حدوتة كبيرة، لازم نحاول نفهم عنها تفاصيل من دكتور نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أهلا بيك يا دكتور نهى. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم كله خير. 600,000 باب رزق، ده يعني 600,000 فرصة عمل ولا 600,000 مشروع؟ الرقم في حد ذاته كبير، فعايزين نعرف. والله هو رقم فعلا كبير، بس يعني إن شاء الله يتحقق، وإن شاء الله يتحقق في مدى زمني قصير ومقبول جدا. يعني إحنا الحقيقة المبادرة دي يمكن إحنا اتشرفنا بالإعلان عنها وعرضها من يناير الماضي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني أمام فخامة رئيس الجمهورية، وإحنا كنا بنتكلم إنه قد إيه خطة 2023 بالنسبة لنا هي خطة، خطة العام الثاني للتحالف الوطني هي خطة المفروض إنها تكون يعني أكثر طموحا وأكثر جرأة، وتبقى فعلا زي ما كنت حضرتك كده كنت بسمع كلام حضرتك ومستمتعة بيه الخاص بالحوار الوطني، تكون محتكة بهموم الناس والحاجة اللي هم بيفكروا فيها النهاردة وفي اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي. وده دور الجمعيات ودور المجتمع المدني، هو يطور من أدائه طبقا لمتطلبات المرحلة. فالحقيقة إحنا لما بدأنا نشتغل في المجال تنمية صغار المزارعين في مبادرة إزرع، لقينا في فرص كبيرة جدا جدا لأعداد مهولة من المزارعين، لقينا في شباب كبير جدا عنده طاقة ويعني مهتم بملف ريادة الأعمال، لقينا في فرص كبيرة قوي لعمل ملتقيات توظيف يتم توظيف للشباب من خلالها، ده بالإضافة لمشروعات التمكين الاقتصادي للصغيرة ومتناهية الصغر. فالحقيقة لما جمعنا الجهود اللي ممكن والخطط اللي احنا إن شاء الله بسبب البدء في تنفيذها في 2023، لقينا إن ده هيفتح 600,000 باب رزق يا رب ل 600,000 أسرة. طبعا ده دور مهم، والحقيقة احنا كنا مهتمين بتخطيطه ويعني خطه فعلا على دراسه الاحتياجات بتاعه الدوله اولا، وان احنا بنشوف نفسنا شريك في كل اللي بيحصل وشريك مع الحكومه وشريك مع القطاع الخاص ان البلد تنهض وان الدنيا تمشي، بالاضافه لاحتياجات الشارع والشباب محتاج فكره الشغل، فكره التمكين الاقتصادي، فكره الانتاج، وده دور المفروض انه يكون يعني نقوم بيه، واحنا فخورين ان احنا بنعمل ده، لانه انا بصراحه بعد متابعه حضرتك لمبادره كتف في كتف اللي يمكن اتكلمنا عنها خلال الشهر اللي فات، شهر رمضان وشهر شعبان، احنا بنفكر في التنميه، بنسد الاحتياجات وبنعمل اجراءات حمايه اجتماعيه، ولكن على التوازي لازم اشوف ازاي انقل الناس دي من دايره الاحتياج لدايره الانتاج. الناس دي لازم تبقى افراد منتجه، بعد ما هو كان شخص بيتلقى المساعدة هو بعد كده هيبقى شخص هو اللي بيمد ايده بالمساعدة لفئات اخرى، زي ما بقدم مساعدات حماية اجتماعية زي ما بشتغل على تمكين اقتصادي ومالي. بالضبط كده، وده دور وهدف، وبالعكس احنا لقينا نفسنا انه يعني حتى بصينا للموضوع بزاوية مختلفة، كل يعني الملايين من صناديق المواد الغذائية اللي تم توزيعها دي النهاردة، هو المنتجات اللي موجودة فيها دي منتجات هي جاية بالفعل من صغار الفلاحين، فانا ليه ما اعملش سلسله قيمه مضافه متكامله؟ يعني النهارده صغار الفلاحين اللي بيزرعوا الرز والمكرونه وبيزرعوا القمح بيزرعوا عدس الفاصوليا الحاجات اللي انا بستخدمها، النهارده المزارع ده انا اساعده ان انا ابتدي اديله التقاوي والاسمده المناسبه، اجيب له الارشاد الزراعي اللي هو يحتاجه، اساعده في كل الحاجات اللي يحتاجها، حتى لو محتاج منح لا ترد عشان يطور من الزراعه بتاعته، انا هقف جنبه وهساعده، وفي الاخر كمان انا اللي هشتري منه المحصول بالسعر العادل لو هو حب يعمل ده.
بالاضافه ان انا افتح له قنوات ان هو يستفيد من قانون مهم جدا، قانون الزراعه التعاقديه. فالحقيقه احنا عندنا اكتر من 500,000 شخص بيمتهن مهنه الزراعه، سواء اللي بيشتغلوا في الزراعه كزراعه او اللي بيشتغلوا في الصناعات الزراعيه زي صناعات التمور وصناعات المختلفه. كل الناس دي هم ان شاء الله هيكونوا معانا في مبادره 500,000 باب رزق. في 85,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر هيبتدوا ما بين ورش وما بين مشاغل للسيدات وما بين يعني انشطه مختلفه، وبالاضافه ل 15,000 وظيفه للشباب الجامعي او الشباب اللي متخرج من المعاهد الفنيه، ودي هتبقى وظائف من خلال ملتقيات الوظيفه. هل من داخل نفس المبادره يا دكتور؟ دي يعني احنا بنحاول نخاطب بيها المواطنين في كل المحافظات، ايا كانت الطبيعه في المحافظه وايا كان المهنه اللي الناس بتحب انها تشتغل فيها او ايا كان نقطه التميز اللي موجوده عند المحافظه دي وعند المجموعه دي من الناس. طيب دكتور نهى، هل من داخل نفس المبادره هيبقى في ايضا مشروعات متعلقه بالاستثمار الحيواني زي ما بيتقال، يعني الحاجات اللي هي متعلقه بماشيه مدره للبن او بغرض التسمين ثم الذبح والبيع فيما بعد ذلك، ولا ده مش جوه المبادره دي؟ ده جوه، وهم دول يعني دول جزء كبير جدا من اللي هم بنقول عليهم ال 500,000 المزارعين والممتهنين الزراعه والصناعات الزراعيه، لان هو غالبا اي يعني الفلاحين في القرى ممكن يبقى عنده ايراد بيزرعه سواء هو بيمتلكه او بيأجره، ولازم بيكون عنده راس ماشيه. احنا هنساعد في ان احنا ننمي الموضوع ده، وبالعكس موضوع احلال السلالات ده هدف، وهدف احنا بنشتغل فيه بقوه ان احلال السلالات الموجوده بسلالات جديده محسنه وراثيا يبقى انتاجها في الالبان اعلى وانتاجها ونسبه التحويل فيها في اللحوم اعلى. فده جزء كبير جدا، واحنا بنستهدف المشروع الخاص ب 100,000 راس. فالحقيقه هو لما بنقول ان احنا هنشتغل كزراعه، زراعه دي بيدخل تحتها زراعه وتنميه ثروه حيوانيه وصناعات زراعيه وحاجات كتير جدا. فطبعا ده يعني على راس اولوياتنا، واحنا اشتغلنا في الموضوع ده في 2022 وعملنا حققنا نجاح في ملفات يمكن مهمه، الرؤوس المحسنه المرحله الاولى من مبادره ازرع. انا بكلم حضرتك دلوقتي وموسم الحصاد ابتدى، احنا بالفعل شغالين في حصاد القمح الخاص بال 150,000 فدان اللي زرعناهم مع صغار المزارعين، والحقيقه الانتاجيه مبهره، ان انا الاقي ان الانتاجيه ارتفعت وتخطت حاجز ال 24 و25 اردب. طبعا ده رقم كبير للي متابع الانتاجيه، متوسط الانتاجيه في الاراضي ده رقم كبير جدا، وده بسبب تدخلات المجتمع المدني عملها متعلقه بالاهتمام تاني ان الفلاح يرجع يستخدم تقاوي معتمده، ما يستخدمش تقاوي قديمه من عنده من البيت او تقاوي هو جايبها من الزرعه اللي فاتت، ان هو ياخد فعلا المخصبات السليمه مش الضاره، ان هو يرجع تاني لفكره الارشاد الزراعي والمهندس الزراعي والمرشد الزراعي بينزل يقعد معاه في الارض يقول له ازاي يعالج الاصابه وازاي يتعامل مع التغيرات المناخيه، لان دي كانت حاجه بدات انها فعلا بتاثر على يعني ملف الزراعه كله اللي بيحصل في الجو. يعني معظم الفلاحين كانوا متضررين منه، مش قادرين ان هم يتواجبوا معاه، ما عندهمش آلية لتوقعات الطقس ايه اللي هيحصل. هنا بيخش دور المجتمع المدني والجمعيات والمتطوعين على الارض ان احنا نبقى حلقه الوصل بين التغيرات اللي بتحصل دي وبين الفلاح اللي هو قاعد عايز يعمل يطور من الصنعه بتاعته والمصدر الرزق بتاعه، ولكن مش ساعات بتبقى في بعض التفاصيل غايبه عنه، بيكون هنا دورنا. صحيح، انا بشكرك جدا يا دكتور نوى، ربنا يوفقكم، لانه دي يعني عندما تكتمل هتفرق كتير جدا جدا جدا، مش بس كمان للناس اللي هتستفيد منها بشكل مباشر لكن للبلد كمان بشكل عام. اشكرك جدا دكتور نوى طلعت امين، سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. طيب الحقيقه مشكورا وكما جرت العاده بصراحه، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء يعني بيتابع كل شردة وردة، فشاف ولاحظ ورصد ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف العيش المدعم، وأنه إن شاء الله يعني لا إن شاء الله لا قدر الله وأنه هيزيد في شهر 6. المركز الإعلامي بيعمل إيه؟ على طول بيرجع إلى الجهة المعنية وبيبدأ يتواصل مع الوزارات المسؤولة، فترد عليه الوزارات المسؤولة تقول له لأ،
وضح بقى هنا المركز في بيان شديد الوضوح النهارده انه تواصل مع وزاره التموين والتجاره الداخليه اللي نفت هذه الانباء، واكدت انه لا صحه لرفع سعر رغيف العيش المدعم بدءا من الشهر القادم، وانه رغم نفي المركز لتلك الشائعه عده مرات، خد بالك عده مرات والله العظيم عشرات المرات، الا انه المركز بيلاحظ انه الشائعه بيتعمل لها ريسايكلينج، تدور شغالين ويتعمل لها اعاده تداول لازم من وقت للتاني. يا جماعه يعني انا ما اقدرش اقول لمطلق الشائعه يعني رفقا بنا. حضرتك عارف كم واحد بيستفيد من هذا او يستفيد من هذا الدعم وهذه المنظومه؟ 71 مليون مواطن، مش 71 مليون اسره، لا مواطن. الدولة هي اللي بتتحمل فرق التكلفة الإنتاجية. هتقولي وهو فرق التكلفة الإنتاجية؟ أقول لك بمنتهى البساطة سعر القمح. ما بين سعر القمح اللي أنا باخده من القمح المحلي بتاعي وأنا شغال مثلا على موزم الحصاد أهو، وديكوا شفتوا أنا القمح كان قلنا هنبدأ بألف وبعدين زودناه ل 1250 على الأرداب ودلوقتي 1500، ولو حصل ساعة التوريد عند حد من إخواننا المزارعين وقت ما احنا بنستلم منه لقينا سعر التوريد عالميا لا قدر الله ولا كان إنه زاد، هيستلم على السعر الزيادة. فده لوحده بتتحمله الدولة فرق الأسعار دي. طب أنا لو جايب قمح من بره برضه الدولة اللي بتتحمل فرق السعر. وفرق السعر لو تعلمون على الرغيف عظيم عظيم، اظن يوصل دلوقتي، يعني كنا السنه اللي فاتت بنقول فرق السعر حوالي 65 قرش ولا 70 قرش، اظن دلوقتي فرق السعر يوصل له ل 90 95 قرش زياده ان لم يكن جنيه زياده يعني، وده بتتحمله الدوله وما عندهاش مشكله تتحمله علشان خاطر حضرتك تبقى مستريح. ما هو ده برضو دور الدوله انها تريحك قدر الامكان في اطار قدراتها. صدقني مصر لو تقدر تدي لك العيش من غير فلوس خالص هتعمل كده. واحدة واحدة. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في حاجات طبعا بتبقى ايه؟ حاجات كده علمية او ظواهر علمية او طبيعية اسميها زي ما تسميها احنا ما بنبقاش فاهمين فيها، فما مش هفتي يعني. مثلا موضوع البحر الاحمر المية بتاعته اتحولت للون الوردي ليه؟ انا ما اعرفش، لكن اكيد اكيد الدكتور محمود حنفي استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجامعة الحفاظ على البيئة اكيد هيبقى عارف عننا اكتر وهنتصل بيه نحاول نفهم. دي الصورة اللي قدام حضراتكم يعني، ومفيش داعي للقلش بقى، اصل البحر الاحمر لازم يبقى لونه احمر يعني، مفيش داعي، احنا كده داخلين نهزر يا جماعه. لكن بجد هو اكيد هنا في حاجه ممكن يبقى مثلا، هل ايه نوع من الطحالب مثلا ادى الى ذلك؟ هل وجود مخلوقات دقيقه ما يعني بتظهر في هذا التوقيت من العام؟ طب هل هي ظهرت قبل كده عندنا ولا لا؟ يعني مش عارف برضه، الحاجات دي لازم نحاول نفهمها ونشوف. وطبعا لا اتمنى على الاطلاق انه ده تكون او ده يكون ظاهره او تكون ظاهره ضاره بشكل او باخر او تكون نتيجه تلوث ما لا قدر الله، لا نتمنى ذلك على الاطلاق، لكن احنا يعني هن 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 احنا بنحاول اتصال بالفعل بدكتور محمود وهنحاول نعرف منه. احنا معانا على التليفون فعلا دكتور محمود حنفي استاذ البيئه البحريه بجامعه قناه السويس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي الصحة؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. ايه هو السر في لون البحر الاحمر ده؟ انا اسف، مساء الخير، ازي الصحة؟ مساء النور يا فندم، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ بالنسبة للون ده دي ظاهرة بيتميز بيها البحر الاحمر. دي قصتها كلها ان ده ظاهرة بتعرف بالتكاثر المكثف المتوافق لأنواع عديدة من المرجان، من حيوان المرجان، في وقت معين واعتمادا على القمر بتطلع كميات كبيرة جدا من ان في حوالي 12 نوع من الشعاب دي اللي سجلناها، 12 نوع من الشعاب المرجانية بيرموا البيض والحيوانات المنوية في نفس الوقت وفي نفس الليلة، فبتطلع كميات ضخمة جدا من البيض والحيوانات المنوية وتعمل وتدي اللون الأحمر ده للبحر الأحمر.
وده بيحصل يا دكتور كل سنة في نفس الميعاد؟ كل سنة في نفس الميعاد. بتعتمد على القمر، بتعتمد في الأساس على القمر. هو أنا حتى كنا مصورينها وهي المرجان بيرمي، كنت بعت فيديوهات لو الفيديو تعرض يظهر بالضبط ان كل المرجان بيرمي البيض كله في نفس اللحظة. بتبقى كميات ضخمة جدا من البيض والحيوانات المنوية بتعمل اللون الأحمر ده في الماء. طيب القصة اللي فيها ديت ان هو كان بيعتقد قديما ان ما فيش الزهرة دي موجودة في البحر الأحمر، ولكن احنا أثبتناها علميا وبالتصوير كمان. طب ده رائع جدا. دي ظاهره بنبقى عارفينها. لو القمر جه في بدري يعني في اول الربيع كده في النص اول النص الثاني من ابريل بيحصل يرمي بتحصل التكاثر ده بيحصل بعد القمر المكتمل يعني بعد الفول مون بيومين ثلاثه. لو هو القمر الفول مون او القمر البدري جه في اوائل مايو بتحصل قبلها بحوالي 6 ايام على حسب القمر. إذن فهو شيء طبيعي ما فيهوش اي ضرر. لا شيء طبيعي وشيء سهل. يعني ده المفروض ان احنا نسويها للسياحي. طيب المفروض حتى هذه الظاهره نسويها لان احنا بنعرف نقدر نقدر بالظبط. بل في عمليه اداره البيئه لازم نعمل هذا. الحاجه الوحيده اللي انا هستغل الفرصه ان انا موجود مع حضرتك ارجوك عشان برضه الناس تفهم قد ايه ربنا واحد مصر من هذه الثروة الهائلة، لأن المرجان بتاع البحر الأحمر ده ثبت علميا أنه هو قد يكون آخر مرجان موجود في العالم. ده أمل العالم في ظاهرة تغير المناخ بتموت المرجان، بتعمل ما يعرف بعملية بيضاض المرجان. المناطق الاستوائية كلها المرجان فيها بموت بكميات ضخمة جدا، فقد يكون النظام البيئي ده اللي هو أهم نظام بيئي موجود على كوكب الأرض من حيث قيمته الاقتصادية ومن حيث قيمته العلمية ومن حيث قيمته البيئية، ربنا وهب مصر هذا المرجان ان له قدره كبيره جدا على مقاومه ظروف تغير المناخ. ولذلك تم اعلانه في المؤتمر الاخير هذا المرجان على انه بقعه امل للعالم كله. يعني فكره الحفاظ عليه ما بقتش فكره قوميه، ده فكره عالميه. ونتمنى يعني ده اللي نتمناه ان هو يعني وزيره البيئه في المؤتمر اعلنت انها سوف يعلم كاف الحيز المرجاني للبحر الاحمر كمحميه طبيعيه. نتمنى ان هذا يتم. المرجان بتاع البحر الاحمر اللي سيادتك شفت الظاهره اللي فيه ده من اهم المرجان اللي موجود في العالم كله، وامل البشريه في استمرار هذا النظام البيئي الهام. طب ده كلام اظن مهم جدا. طب سؤال كمان يا دكتور، هل ده معناه انه هذا النظام البيئي المتعلق تحديدا بمساله المرجان اللي عندنا في البحر الاحمر، يعني ما فيش منه مثلا عند الحاجز المرجاني اللي موجود عند قاره استراليا، ما فيش منه في حته غير عندنا احنا بس؟ الحاجز المرجاني الاعظم اللي هو اسمه جريت بارير ريف بتاع استراليا، ده بيدخل لاستراليا في السنه 3 مليار دولار على استخدام البراند ده، كلمة الحاجز المرجاني. أخد بال حضرتك؟ مشكلته الرئيسية دلوقتي إن هو ظروف تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بتأدي لبيضاض الشعاب. في سنة واحدة مات 50% من كم المرجان اللي فيه. إحنا عندنا هنا الظروف اللي عايشة فيها مصر ودون الدخول في حاجة علمية 50 بحث علمي شاركنا فيهم في جزء كبير جدا منهم، قالوا إن ده آخر مرجان سيكون موجود في العالم. والعلماء كلها بتعتقد إن سوف ينتهي. طيب ده معناه انه في ضروره قصوى على السوبر كورس او السوبر مرجان اللي موجود في العالم المصري، انه ده احنا عندنا مورد طبيعي ذات اهميه قصوى لكوكب الارض كله. طيب معلش ان انا دخلت في موضوع تاني. لا بالعكس ده موضوع مهم جدا لازم نفهمه ونعمله. المرجان اهم النظم البيئيه على كوكب الارض من ناحيه تنوعه، التنوع بتاع الكائنات اللي فيه، ومن ناحيه انتاجيته قدرته على انتاج كائنات. لو جينا قارناه بالغابات ده اهم، يعني ده اعلى اعلى قيمه في هذا. فبالتالي لازم نظر له نظره ثانيه خالص. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان ده مورد اقتصادي رهيب جدا لمصر. متر الشعاب في اماكن الغوص بدخل للدخل القومي المصري 300 دولار في السنه. لو متر الشعاب ده لا قدر الله تم تدميره محتاج على الاقل 100 سنه لما يرجع، يعني قيمه الاقتصاد متر الشعاب في مصر ده يتعدى 30,000 دولار. ف
فلازم الحفاظ عليه واستخدامه بالشكل المستدام. ده لازم يكون هدف قومي رئيسي. وبعد لما اثبتت العلم ان ده قد يكون بقعة الامل لوجود نظم بيئية للمرجان في العالم تاني، ده ما بقاش قضية قومية، ده بقى قضية عالمية الحفاظ عليه واستخدامه بشكل مرشد بشكل مستدام، ان ملايين الناس رزقهم حتى معتمد على هذا. ده الجزء الرئيسي بالنسبة للسياحة الراقية في البحر الاحمر، جزء في بالنسبة لانتاج الاسماك كثير هو المرجان بتاع البحر الاحمر. طيب دكتور محمود، ده هنا هيخليني، لانه واضح ان الموضوع بجد مهم قوي قوي قوي، ده كده معناها انه هناك اهميه قصوى لان احنا نحافظ على النظام البيئي بتاع البحر الاحمر، والاهميه القصوى دي مرتبطه بينا في مصر بشكل خاص ومرتبطه بالعالم بشكل اكثر عموميه. هل احنا عندنا تفاهمات، بروتوكولات، توافقات مع منظمات دوليه بحيث ان احنا نقدر نحافظ على هذا النظام البيئي ولا لا؟ احنا عندنا من القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية اللي احنا مشاركين فيها وموقعينها، اللي هي تعتبر جزء من القانون المصري، ما يخبرنا على هذا القول. عندنا كافي القصة اللي بتقول عليه ان المنظمات الدولية كلها حطت ان ده يعتبر امل للعالم في الشعاب المرجانية او المرجان ده بعد ما المرجان يختفي من العالم. لا، فده حاجة، ده مورد ذات أهمية. القصة اللي بقول عليها والأساس في هذا إن احنا عندنا الرغبة في هذا. يعني مورد طبيعي، وأعلنت مصر في المؤتمر المؤتمر المناخي طبيعية وتمناه زي الجريت زي الأصف زي المرجان الأعظم في أستراليا، هناك اسمه جريت باري علشان نوعه بريئ، نوعه إن هو متوازن الشط بس جوه البحر. احنا اللي عندنا ده لازق في البر اسمه فرنجي، بس ما فرنجي جريف. العالم كله اعتقد على اعلى في البلد الناس عايزه تعلنه كمية طبيعيه، فاعتقد الاعلان الجديد في ايجيبت كمحميه يبقى كل الريف بتاع مصر محمي، والمحميه الطبيعيه المفهوم ان هي المحميه الطبيعيه ليست منع عن شكر أو منع صناعات عليها، ولكن إعادة تنظيم هذه الأنشطة بحيث تبقى مستدامة، إن أنا أحافظ على هذا المورد الهام جدا وفي نفس الوقت أستغله بالشكل الأمثل وأعظم الدخل القومي منه. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمود، أولا على مسألة إيضاح المسألة بتاعت أنه اللون بتاع المية اتغير وما إلى ذلك، فدي فهمناها، بس القضية الأكبر والأهم زي ما حضرتك أثرت هي فكرة الحفاظ على هذا النوع المرجان الأحمر في البحر الأحمر عندنا، والحفاظ على النظام البيئي لهذا البحر، خصوصا إحنا عندنا منظومة القوانين اللي بتمكننا من إحنا نقدر نحافظ على ده. أنا أظن إن إحنا محتاجين ناخد الموضوع يعني في كل اتجاهاته بمنتهى الجدية منتهى الجدية، والاستغلال الأمثل لده. يعني إذا كانت أستراليا اللي ما عندهاش اللي عندي بتقدر تجيب 3 مليار دولار سنوي، يعني أظن أنه إحنا في الحالة دي نقدر نعظم كمان من استفادتنا وفي نفس الوقت نحافظ على هذه الثروة واستدامتها. كل الشكر دكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية الحفاظ على البيئة. طيب مو صلاح، يعني مش عارف أقولك إيه، هو دايما كده تلاقيه رفع راسك، يعني يخليك طول الوقت فخور كده بالكرة المصرية، تحديدا بالموهبة الكروية المصرية وقدرة المصريين على إن هم يلمعوا ويصبحوا أيقونات في أي مجال. في الحالة بتاعتنا كرة القدم دايما أنا بقعد أتصور وتساءل إنه محمد صلاح ربنا سبحانه وتعالى سخر له الظروف وقدر له المقادير فأصبح بهذا الحجم، بس كمان أنا بشوف إنه هو شخص مجتهد إلى أبعد الحدود، ذكي جدا، مرتب جدا، عارف بيعمل إيه، متطور جدا. ولازم تركز مع صلاح أول ما خرج من مصر، وصلاح النهاردة أو الأسبوع اللي فات مش بقولك إن هو حاجة تانية، لا هو أكثر تطورا بعشرات المراحل. وده هنا ذكاء الموهبة، لأن الموهبة ممكن تبقى موجودة وغير مصحوبة بذكاء، ده ذكاء الموهبة.
زي مثلا ذكاء الزعيم عادل إمام على سبيل المثال للحصر. فلما تيجي تشوف انه احنا محتاجين نتعامل مع المواهب الكروية المصرية بشكل مختلف، اقول لك اه طبعا محتاجين. عشان كده انا كان عاجبني جدا التجربة بتاعتنا بتاعت الكابيتانو جدا في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وما الى ذلك. طب ليفربول بقى اللي أسعده الحظ، ده بقى ده بجد يعني واضح المسألة عملية، أسعد ليفربول سعيد الحظ بأنه عنده حد زي صلاح. ليفربول بيحتفل بأهداف محمد صلاح المئوية بعد ما لعب معهم 300 مباراة. خلونا من لندن يحدثنا محللنا الرياضي الأستاذ ياسر الشنواني. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك سعيد أن أكون معاك. كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، كله تمام الحمد لله. أنا يمكن محتاج منك أفهم حاجتين بصراحة، أفهم منك سر لمعان صلاح ما شاء الله، وفي نفس الوقت نتكلم على احتفالية ليفربول أو احتفال ليفربول بصلاح. طب أولاً هنتكلم عن سر لمعان صلاح، يعني إحنا سر لمعان صلاح هو صلاح نفسه. إن هو راجل فعلاً زي ما حضرتك قلت في المقدمة، إن هو راجل فعلاً عايز دايماً بيتطور. راجل دايماً حاطط قدامه هدف. الراجل دايما بيقول ان انا هدفي تحطيم الارقام، وفعلا حطم ارقام كتير جدا. لما نيجي نتكلم دلوقتي يعني احنا بصدد الكلام عن مش لاعب عادي، احنا بنتكلم عن اسطوره كرويه ماشيه على الارض. فعلا اسطوره كرويه ماشيه على الارض، يعني احنا كلنا يعني كل واحد فينا كمصريين خصوصا وكعرب عموما بنفتخر بمحمد صلاح اعلى درجات الفخر. صح. يعني كل الناس عارفه الارقام اللي حققها محمد صلاح مع ليفربول، لان الاداء المتميز اللي بيقدمه محمد صلاح مع ليفربول ما كانش جاي يعني من فراغ، ده كان تعب ومجهود كبير جدا، سواء صلاح من ساعه ما ابتدى في مصر في نادي المقاولين، بعدين على بازل في سويسرا، بعد كده مع تشيلسي، حتى لو كانت فتره تشيلسي الفتره اللي قضاها صلاح في تشيلسي مع مورينيو كانت فتره صعبه جدا، اي لعيب كانت ممكن بلغه الكره يخلص عليه. لكن الراجل فعلا بقى صبور واستنى، وبعد كده راح فيرنتينا على سبيل الاعاره، تالق مع فيرنتينا، بعد كده يعني وصل لدرجه تالق كبيره جدا مع روما، خلت السبب كبير جدا ان يسعى ليفربول يتعاقد محمد صلاح. وانا تذكر كويس جدا ان رئيس نادي ليفربول في الوقت ده لما قالوا هم تعاقدوا مع صلاح من روما، قالوا 40 مليون، انا ما ادفعش لعيب افريقي او لعيب من مصر 40 مليون. فما بالك تخيل حضرتك دلوقتي محمد صلاح وصل للدرجه العاليه دي جدا مع ليفربول، والتألق والبطولات وتحطيم ارقام وتحطيم ارقام اللعيبه زي فاولر زي جيرارد زي يعني ارقام كبيره جدا. لكن السبب الرئيسي اللي مخلي محمد صلاح في التألق اللي هو فيه ده ان هو فعلا راجل حاطط هدف قدامه، راجل ملتزم جدا جدا جدا. وخلينا برضو يعني جدير بالذكر ان نتكلم عن لعبتنا برضو اللي كانت موجوده في الدوري الانجليزي، لما نتكلم عن دوري اقوى دوري في العالم، الدوري الانجليزي كان محمد النني مع ارسنال، كان حجازي مع ويست بروميتش قبل ما يروح السعوديه، كان تريزيجيه قبل ما مع استون فيلا قبل ما يرجع على تركيا، كل الناس بتشيد بيهم لان فعلا لعيبه منتهى الالتزام، منتهى التواضع، منتهى الاحترام. يعني كنا نمشي في الشارع اي حد يقابلهم يتصور معاهم بصرف النظر عند بيشجع تشيلسي، بيشجع ارسنال، بيشجع ليفربول، بيشجع مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، كل الناس بتحبهم، ده نتيجه التزامهم. عمرنا ما سمعنا عن مشكله صلاح، عمرنا ما سمعنا حتى صح. لما بتحصل مشاكل في الملعب صلاح حتى رد فعله ورد فعله مع اي مشكله بتحصل يعني بتخلي الناس تحترمه اكتر واكتر. بس اللي معان صلاح هو صلاح، راجل حط قدامه هدف متواضع ملتزم وشايفين النتائج اللي بيحققها. وكل مره يعني تخيل حضرتك 300 مباراه، يعني رقم كبير جدا جدا جدا، ويعني لجد الحظ ان كل مباراه 100 مباراه بيلعبها كان بيسجل هدف. يعني في المباراه ال 100 سجل هدف، في المباراه ال 200 سجل هدف، في المباراه ال 300 سجل هدف في اخر مباراه. فمحمد صلاح يعني حاجه فعلا تدعو يعني للفخر، احنا كمصريين سواء في لندن او في اي مكان فعلا فعلا بنفتخر صلاح. طبعا لازم ليفربول يحتفل بيه، هيلاقي لعيب يحقق النتائج دي فين؟ هيلاقي لعيب يحقق البطولات دي فين؟ هيلاقي لعيب يحقق الارقام القياسيه دي فين زي صلاح يعني.
طيب عارف لما كنت بتتكلم دلوقتي عن تريزيجيه، عن النني، عن صلاح، جت في بالي فكره يعني محتاجه اخد رايك فيها. هل تعتقد انه تجربه الدوري الانجليزي مع اللعيبه المصريين، والتي كده احنا الاثنين متوافقين واعتقد الكل متوافق انها تجارب ناجحه جدا مع ثلاثه من اللاعبين او المحترفين المصريين، ده هيشجع اكتر الدوري الانجليزي وغيره من الدوريات ان هم يشتغلوا اكتر مع لعيبه مصريين؟ طبعا طبعا، يعني اي حد بيجيب لعيب من اي بلد فلما بيحقق نتائج كويسه فطبعا ده بيلفت النظر للبلد دي، واحنا شايفين مفيش حد هيقدر يلفت النظر زي ما عمل صلاح، زي ما عمل النني. حتى انا يعني بالمناسبه انا حضرتك بتكلمني دلوقتي وانا موجود في مباراه مهمه جدا جدا جدا، هي مباراه ارسنال وتشيلسي، وارسنال دلوقتي انتهى الشوط الاولاني ومتقدم على تشيلسي بثلاث اهداف. يعني حتى مني لو هو الراجل لسه لغايه دلوقتي مصاب، لكن ما تطورش استقبال الجماهير ليه حتى لو هو بره التشكيل لان هو مصاب. ازاي صلاح لما بيجي يلعب استقبال الجماهير ليه سواء جوه الملعب او بره الملعب؟ فدي انا بتفق مع حضرتك طبعا طبعا، يعني ان يكون نجاح اللعيبه دي والتزامهم، خلينا نحط تحت التزامهم دي يعني كذا خط، التزامهم والادب اللي بيتميزوا بيه واحترام الناس ليهم، فده اكيد يخلي ان كل الناس تحط عينيها على لعيبه مصريين. واكيد ان مصر طبعا احنا عارفين ان مصر طبعا بتطلع لعيبه كويسه جدا، فان شاء الله باذن الله يبقى عندنا كذا صلاح، عندنا كذا النني، عندنا كذا تريزيجيه، كذا حجازي ان شاء الله باذن الله. مش عايز اعطلك عن الماتش، اشكرك جدا على وقتك واشكرك جدا على تحليلك، وكل الشكر للمحلل الرياضي المصري الاستاذ ياسر الشنواني يحدثنا من لندن. حقيقي المصريين بجد يشرفوا في اي حته والله العظيم. اديك شايف اهو في اي مجال، في اي مجال كوره المصريين يحترفوا حاجه تشرف. واضح صلاح، النني، تريزيجيه حاجه تشرف. المصريين على المستوى العلمي حاجه تشرف. المصريين على مستوى اي مهنه اي رياضه حاجه تشرف. وبالمناسبه في اكتر من رياضه هتلاقي المصريين فعلا مشرفينك، مش بس بكلمك على كره القدم، احنا طول الوقت الاولاد والبنات الرياضيين بتوعنا في اي مكان، يعني لو مش هقول لك نمره واحد يعني، بس بالتاكيد موجودين مثلا في الخمسه ولا العشره الاوائل القمم في الرياضه بتاعتهم طول ما هم بيمارسوها. كذا الحال على الصعيد العلمي. مصر وطن يشرف. فاصل ونكمل الكلام. اهلا بيكم. بكرة إن شاء الله بدء أولى جلسات الحوار الوطني اللي تم إطلاقه من قبل فخامة الرئيس يوم 26 إبريل 2022. طيب بكرة عندنا صحيح لجنة إجرائية، لكن بدءا من الأسبوع اللي بعديه يعني 7 و9 و11 هيبقى في عندنا بقى إيه الجلسات والمناقشات والطرح والطرح المختلف والمغاير وما إلى ذلك. مفيش أي مشكلة، احنا مش داخلين معركة، بس عشان نحط من دلوقتي مبادئ أرجوكم كلنا، احنا مش داخلين معركة، مش داخلين خناقة، مفيش عندنا خلافات، احنا عندنا اختلافات في الرؤى ووجهات النظر، داخلين نتناقش نوصل إلى نتائج ما ترفع إلى رئيس الجمهورية. طيب الصحة أو الملف الصحي المصري، عندنا أحلام بالتأكيد متعلقة بالملف الصحي المصري. هل الحلم حرام؟ يعني مش حرام على الإطلاق، المهم يبقى قيد التطبيق، يعني نقدر نعمله في ظل ظروف راهنة، في ظل توقعات مستقبلية، في ظل إمكانيات الدولة. دكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني منورانا ومشرفانا، واحنا اسفين احنا مؤخرين حضرتك، وانا عارف انه اكيد بتنامي بدري جدا واحنا بتوع الليل واخره. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. دكتور كنت بتكلم على مساله، احنا باذن الله من بكره هنبدا الجلسه الاولى اجرائيا للحوار الوطني، الا انه في ملف الصحة أنا أظن ده ملف كبير ثقيل صعب وممتلئ بالآمال والأحلام. ما هو المأمول في ملف الصحة المصري؟ أنا أولاً عجبتني جداً المقدمة بتاعت حضرتك إن إحنا مش جايين نتخانق. الحوار الوطني فرصة هائلة جدا لكل مصري إن هو يشارك في صنع مستقبل بلده. صح.
لو احنا دخلنا بالكونسبت ده وبالإحساس ده كل واحد هيقول رأيه ويقول خبرته وفي الآخر نوصل لمساحة مشتركة أكبر شوية. قد نختلف لكن في الآخر احنا هنوصل لمساحة مشتركة نقدر نقول فيها ممكن نتحسن ازاي. جميل. هل الصحة فيها مشكلة في مصر؟ عندنا مشكلة، بس هل هي سيئة قوي؟ لا مش سيئة قوي، يعني ما حدش يقول ده احنا ما عندناش، لا احنا عندنا، احنا محتاجين إعادة تنظيم نفسنا، إعادة طرح أفكار جديدة، إعادة يعني تقييم للموقف بصورة هادية. أهم الملفات الساخنة جدا جدا هي ملف أطباء مصر، شباب الأطباء. صح. ده ملف قلقني جدا وقلق أعتقد ناس كتير جدا. أنا شايفة إن في إحساس لدى طلاب الطب وشباب الأطباء إن هم مش واخدين حقهم وإن هم مضغوط عليهم. والحقيقة أنا من 10 أيام كنت مع طلبة بكالوريوس طب في إحدى الجامعات وكنت بكلمهم على أحلامهم أنتوا ناويين تعملوا إيه؟ لقيت إن حوالي 60% 70% بيعمل المعادلة عشان ناوي يسافر. دي حاجة مؤلمة جدا طبعا، لأن ده أنتوا ولادنا، يعني أنتوا لما تمشوا طب مين اللي يكمل في مصر؟ ومصر دي قلعة الطب، طول عمرنا عندنا أساطيل الطب في مصر وأسامي كبيرة، وإحنا عندنا مركز الطب، إحنا أول مدرسة طب اتعملت في الشرق الأوسط. طيب ليه عاصل كده؟ ده بقى ملف لازم نتكلم فيه. عندنا ناس كتير جدا عندهم خبرات في هذا المجال. أنا عارفة إن البلد فيها ظروف اقتصادية صعبة شوية، ما نقدرش نحمل قوي على البلد، لكن ممكن ندور على حلول أخرى زي نفتح العيادات الخارجية بتاعت المستشفيات الجامعية بعد الظهر يشتغلوا فيها عيادات، يبقى أنا كده فتحت له باب، يعني أقدر أحط بدائل، حلول بديلة، أفتح له سكك. أنا فعلا صدقيني يا دكتور أول حاجة كنت هسأل عليها، يعني وحضرتك بتتكلمي أول حاجة جاية في بالي، أنا ما بحبش لكلمة استغلال ولا استخدام، كلمة استغلال أمثل برضو أحبهاش مش عارف ليه، يعني معقد. بس أنا كنت هقول لحضرتك أنا عندي كوادر طبية أحتاج أن أنا أستثمرها الاستثمار الأمثل. أنا هستثمر فيه إزاي؟ أنا عايز أرفع مرتبه اللي مش بس علشان يكفي معيشته، حضرتك أدرى مني الدكتور محتاج طول الوقت حالة بحث وعمل وعلم وترقي في درجات علمية وأبحاث ونشر، عايز فلوس. طبعا طبعا. أنا عايز أزيدك بقى من الشعر بيت. انجلترا بقالها من بعد كورونا فتحت الباب للدكاترة المصريين خالص بدون المعادلة، بدون معادلة، يعني بتقول لهم تعالوا ذاكروا عندي. يعني طبعا طبيب محتاج تدريب. احنا ابتدينا في الفترة اللي فاتت كده، انا بكلم حضرتك بصفتي استاذ كلية الطب طبعا، فاحنا ابتدينا الفترة اللي فاتت نغير في النظام بتاع التعليم الطبي، زودنا سنين التدريب بقت سنتين الزامي، سنتين تدريب الزامي. انا شفت قرار المجلس الاعلى للجامعات 5 سنين مدة الدراسة زائد 2 تدريب الزامي. ده اوريدي تشتغلوا، يعني السنة دي اول سنة بقى هيتخرجوا وهيخشوا في التدريب الانزامي. محتاجين بقى نركز في برنامج التدريب ده ازاي، محتاجين نفتح البيبان لكل اطبائنا يسجلوا في درجات ماجستير ودكتوراه، مش ضروري ده الطبيب الصحة يستنى 3 سنين عشان يسجل. ليه؟ وليه انا احذفه في اخر الدنيا اوديه تكليف في اي حته وزميله اللي في الجامعه يخلص وهو لسه مش دريان باي حاجه؟ لا، انا افتح السكه، الباب العلم يبقى مفتوح للجميع، اقلل النفقات شويه او ادعم الجامعات، تدعم في رسائل الماجستير مثلا، تدعم البحث العلمي، تدعم الابحاث، يعني اساعد ادور له على سكك، اساعده وخليه يسند نفسه وينمي نفسه في الفتره اللي جايه، يشتغل، يحضر المؤتمرات، المفروض ان هو يعمل CME، يحضر مؤتمرات بدون فلوس او بتكاليف بسيطه. يعني شباب الاطباء مفروض انهم يحضروا كل المؤتمرات يعني بلا مقابل، المؤتمرات دلوقتي الفيز بتاعتها غالي قوي،
يعني سكك كتيرة لازم أفتحها للدكتور يشتغل على نفسه وفي نفس الوقت أدعمه أنه هو يعيش حياة كريمة، أفتح له أبواب العيادات الخارجية يقدر يشتغل فيها، يقدر ينمي نفسه، وفي نفس الوقت أنا بعمل خدمة للمجتمع. يعني لما العيادات بتبقى شغالة الناس تقدر تروح أكتر. في نقطة كمان، في نقطة برضو محيراني جدا، نقطة مستشفيات. إحنا عندنا مستشفيات كتير جدا على فكرة، وفيها تجهيزات كتير جدا، الحكومة صرفت جامد قوي على ملف الصحة، لكن أنا حاسة إن إحنا جزر منعزلة. عندك مستشفيات الجامعية ليها دي تحت وزارة التربية والتعليم، عندك المستشفيات الجامعية تعليم عالي، المستشفيات الحكومية مع وزارة الصحة، مع وزارة الصحة والمؤسسة العلاجية، دي كلها حتة يعني تحس إنها جزر منعزلة. ليه ما نجمعهمش كلهم تحت أمبريلا واحدة؟ ليه ما يبقاش في مجلس وطني كبير أو مجلس أعلى للمستشفيات كلها يبقى شايفها؟ ليه الدوبليكيشن في الأجهزة؟ يعني ليه المستشفى الجامعي يبقى فيها مثلا سي تي سكان، والمستشفى التعليمي يبقى فيه سي تي سكان، والمستشفى معرفش ايه يبقى فيه نفس الجهاز؟ بره جهاز واحد بيخدم كذا كذا منطقه. كنت لسه هسأل كده، انه انا اشوف دايما انه لا ضير لا عيب لا مشكله في ان انا اشوف ايه التجارب الناجحه جدا قوي خالص، مش النص نص كمان، اللي موجوده بره، ومش هنخترع عجله. يعني الجماعه الانجليز بيتعاملوا ازاي مع هذا الملف؟ طب الجماعه الفرنسويين، انا مش مع الامريكان قوي، الجماعه الفرنسويين، طب الجماعه الالمان بيتعاملوا ازاي؟ هل هم مقسومين برضو زي حالتنا، ولا هي مؤسسه واحده هي المسؤوله عن القطاع الطبي والصحي؟ بيتعاملوا ازاي يا دكتور؟ لا هي مؤسسه واحده، يعني في انجلترا مؤسسه واحده هي اللي بشايفه كل الدنيا، لازم كلنا نشوف بنوك الدم. انا ببقى في مستشفى مش عارفه فصيلة دم فين، في انهي مستشفى، ليه ما اعملش شبكه شبكه الكترونيه ابقى شايفه كل، يعني بكبسه زر اقدر اشوف الفصيله دي في اي مستشفى وفي قد ايه. دي ما كانت المستشفيات كلها تتكلم مع بعضها، ممكن قوي نعملها، وممكن بقى اقل التكاليف حتى بموبايل ابلكيشن، حتى عشان ما نقولش ان احنا محتاجين تكاليف سيرفرز ممكن بموبايل ابلكيشنز، وعندنا جهابذه اولادنا في الالكترونيات وفي الموبايلز، نقدر نعمل موبايل ابلكيشن نربط المستشفيات كلها مع بعض. احنا محتاجين نشوف بعض على فكره، دي بس مش في المستشفيات، احنا حياتنا كلها محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نشوف بعض، محتاجين نتعاون نشتغل في تيم. عندنا فترة طويلة جدا عشنا من غير ما كل واحد فينا يجيد العمل لوحده، لكن تحطه في تيم يتلخبط. وعلى فكرة ده النظام الجديد في التعليم الطبي دلوقتي، ان احنا شجعنا التعلم في مجموعات علشان اولا نزرع الفكرة دي في نفوس اطبائنا، ثانيا الطبيب ما بيشتغلش لوحده، ده بيشتغل مع مجموعة طبية، بيشتغل مع تمريض، بيشتغل مع صيدلة، بيشتغل مع علاج طبيعي، ده لازم يشتغل انتيم. فإحنا بدأنا ده في التطوير في التعليم الطبي، لكن إحنا كمجتمع كمنظومة طبية ككل كمصر محتاجين نشتغل مع بعض نشوف بعض. طيب أنا هستأذن حضرتك، هروح للفاصل وهرجع بعد الفاصل، في كذا حاجة دايرة في مخي، جزء منها أنا عاوز إزاي أقدر أشتغل على دعم القطاع التعليمي الطبي، وبالتالي أرفع من كفاءته، لأنه تعليم غالي جدا أو بالأدق هو مكلف جدا، فلو أنا اعتمدت بس على الدولة هبقى برمي عليها أكتر مما يجب، ولو جيت قلت لا ده التعليم ده أنا هحوله لتعليم بفلوس فهبقى حطيت عبء ضخم جدا على الأسر المصرية في هذا اللي ولادهم في هذا القطاع التعليمي. ومن ناحية أخرى إزاي هقدر أرفع المرتبات بتاعة القطاع الطبي المصري عشان أخليه عندي واستفيد منه قدر الاستطاعة. فاصل ونكمل كلامنا مع دكتور رندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، استنونا. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور رندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني. أنا عاوز أدعم وكبر جدا التعليم الطبي في مصر، ولكنه تعليم عالي التكلفة،
هعمل ايه وانا محطوط ما بين شقي الراحه؟ لو عليت التكلفه على الطالب يبقى انا طحنت الاسر المصريه، ولو قلت لا خلي التكلفه تشيلها الدوله، الدوله طب هتشيل ايه ولا ايه؟ ايه الحلول اللي ممكن تبقى بديله او مغايره او غير معتاده وممكن ننتهجها؟ الحقيقه هي الدوله ابتدت تعمل حلول بقالها فتره، الجامعات الاهليه عادتك كل جامعه حكوميه بيطلع من رحمها جامعه اهليه. الجامعة الحكومية بتساهم بجزء في تكاليفها والحكومة بتساهم بجزء من تكاليفها، ودي جامعة أهلية غير هادفة للربح، لكن بيبقى فيها مصاريف مش غالية قوي زي الجامعات الخاصة، يعني بين البنين، والمفروض إن المصاريف دي بتصرف ترجع تاني تدعم الجامعة الحكومية كويس. وتسدد الديون بتاعتها اللي المفروض اتدفعت من الجامعة الحكومية. هي. الفكرة حلوة جدا، لكن هل تطبيقها هيبان على أرض الواقع؟ طبعا يدوب لسه السنة دي أو السنة اللي فاتت الجامعات الأهلية ابتدت تشتغل. أعتقد ده حل قد يعني يمسك العصاية من النص لو مش كويس. الجامعات الحكومية فيها تعليم عالي جدا ممتاز طبعا، وفيها دلوقتي الحقيقة الحكومة دعمت الجامعات الحكومية جدا، يعني مثلا مهم جدا في أي تعليم طبي أن يكون في معمل مهارات. إيه معمل المهارات ده؟ عبارة عن معمل كله مانيكانات زي البني آدم، عارف فيها قلب بيدق وفيها، عارفها دي حضرتك، شفتها، بيبص يشتغل عليها أكنه عيان، يعني بدل زمان كنا في القصر العيني لازم نبص على العيان وكده، لا ده من أول سنة أولى الطالب يشتغل على المانيكان، يقوم تروح منه الرهبة بتاعة أنه يحط إيده على العيان. من أولى لتالتة في السيستم اللي هو الجديد بتاعنا، من أولى لتالتة يدخل معمل مهارات، يسمع القلب ويشوف كل حاجة بالظبط بالظبط بالظبط، ويولد حتى. من رابعة وخمسة يروح بقى المستشفى الحقيقية، فيقوم يكون رايح وهو إيده متمرنة، عنده المهارات دي. احنا بنحاول نطلع خريج معتمد على ليه مهارات معينه. طيب معامل المهارات دي غاليه جدا جدا، معمل المهارات كان بيتكلف حوالي 30 مليون جنيه معمل واحد. واحد هل كل جامعات مصر فيها؟ تقريبا اقدر اقول لك دلوقتي يعني احنا بقى لنا 5 سنين شغالين في المنظومه دي، تقريبا كل الجامعات فيها الحكوميه الحمد لله. فما تقولوش بقى يعني ان احنا الحكومه مش مقصره الحقيقه، والجامعات المصريه الحكوميه فيها تعليم كويس جدا وفيها امكانيات كويسه جدا. قد يكون مثلا فيها مشاكل في تمويل الرسائل او تمويل البحث العلمي، تمويل مثلا المعامل، ادوات المعامل، الحاجات دي، الحاجات اللي هي الرننج كوست، لكن الحاجات الاساسيات لا طبعا هايله جدا. وانا اعتقد يعني انا من مؤسسي احد مؤسسي جامعه الشارقه، كليه طب جامعه الشارقه في الامارات. انا اقول لك ان معمل المهارات اللي هناك زي معمل المهارات اللي هنا في كليه طب بلد. واحنا مصر يعني. طيب. قبل ما الوقت، انا صار زمايلي عمالين بيقولوا لي خلاص احنا قربنا نختم، لكن انا مش دقيقه، خليهم دقيقتين او ثلاثه كده، بس انا هميل على كريم، لان انا عندي السؤال بقى اللي هو الشق الثاني واللي اعتقد ان هو شديد الاهميه. انا ازاي هقدر احسن من الظروف المتعلقه بالكادر الطبي المصري؟ سؤال مهم جدا، بس ده يحتاج حلقه كبيره مش طبعا. دقيقتين من كريم ماشي. اول حاجه لازم الدكتور يحس بالامان. قانون المسؤولية الطبية لازم يطلع عندكم في البرلمان. أوكي. قانون المسؤولية الطبية لازم يطلع. ليه؟ لأن لازم الدكتور يبقى بيشتغل في مكان حاسس أنه آمن، حاسس أنه مش ممكن أي حد، أهل المريض يخشوا يضربوه، يخشوا يكسروا المستشفى، لو حصل أي مضاعفة للمريض يلاقي نفسه محبوس ويحقق يعني معاه قدام صح. النيابة. كل الحاجات دي حاجات بتحط من قدر الطبيب. لو طلعنا قانون المسؤولية الطبية بما يليق بالأطباء، ده أول الطريق، أول حاجة، أول الطريق. بعد كده نبتدي نبص، يعرف لو الدكتور حس أنه آمن وحس أنه محترم في بلده، ممكن الماديات هتيجي
يحطها نمره 2 و3. لكن دلوقتي ما هو كله مع بعضه. نمره 2 زي ما قلت لحضرتك، نفتح طرق جديده لدخول شباب الاطباء بالذات، نعاونهم، نفتح عيادات، نعمل لهم عيادات ميسره، يعني نفتح. ثالث حاجه نساعدهم انهم يبنوا الكارير العلمي بتاعهم، يبنوا تدريباتهم، يحضروا كل المؤتمرات، يقدروا يعني نقلل التكاليف على قد ما نقدر. رابع حاجه لازم على المدى البعيد ان شاء الله يا رب يا رب مصر تقوم من الكبوه بتاعتها الاقتصاديه. دكتور رندا شرفتيني ونورتيني، واتمنى ان احنا نلتقي تاني قريب جدا، واعتقد ده هيحصل خصوصا مع الحوار الوطني، فهنبقى محتاجين جدا ان احنا نقعد مع حضرتك اكتر من مره، ولعلها تبقى حلقه كبيره على بعضها زي ما قلنا علشان نتكلم على تحسين كل ما هو متعلق بكوادرنا الطبية. كل شكر ليك يا دكتور. شكرا جدا لدكتور رندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، تاني وتالت ورابع لحد ما جيلكوا بكرة بعد إذنكوا. بقول من دلوقتي لكل الأصدقاء والزملاء أو غير الأصدقاء والزملاء، بكرة والأسبوع الجاي وطول مدة الحوار الوطني إحنا مش داخلين خناقة ولا داخلين معارك إثبات وجهة النظر في المطلق، إحنا داخلين معارك نقاشية نوصل بيها لحلول عملية. مش أنا شاطر والباقيين مش شطار، وأنا صح وغيري مش صح، والكلام ده بالمناسبة على الناحيتين، يعني ما بين المعارضة والموالاة والموالاة والمعارضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو كان لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.